الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة الأولى إن شاء الله تعالى نستعرض بعض العقائد للفرقة الإسماعيلية، وليس غرضنا من ذلك، والله يشهد ويعلم من فوق سبع سماوات، ليس غرضنا من ذلك والانتقام أو الانتقاص أو التشفي لأنفسنا، وإنما الغرض هو بيان الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وكما قال الرب جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ويقول الرب جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن باب إحقاق الحق وإبطال الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ما نلنا الخيرية إلا به، نوضح هذه العقائد ونضعها في ميزان الشرع، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كانت حقا اتبعناه جميعا، وإن كانت باطلا تركناه جميعا، والظن في المسلمين خيرا إن شاء الله تعالى. وأرجو لكل من يشاهد هذه المادة، سواء كان من المسلمين أو كان من الإسماعيلية أو غيرهم، أن يصبر وينتظر ولا يستعجل من أول كلمة ويترك باقي الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى بشر عباده بشيء، فقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول، هذا أولا، تستمع إلى القول فيتبعون أحسنه، هذا ثانيا بعد استماع القول. فقال الله عز وجل عنهم: أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا الكتاب هو صحيفة الصلاة، صحيفة الصلاة، وهو كتاب للإسماعيلية، موجود تقريبا في كل بيت من بيوتهم، ويباع عندهم حوالي ب500 ريال إلى 600 ريال تقريبا سعودي، وهو مطبوع في حيدر أباد في الهند سنة 90 و300 وألف للهجرة، وكلهم يدين ويؤمن بهذا الكتاب. ونحن نريد أن نستعرض بعض العقائد التي فيه على وفق ما جاء في كتاب ربنا القرآن الكريم وسنة نبينا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. أولا، هذا الكتاب فيه بعض العقائد، كما في الصفحة 190 يقول: وأشكو ذنوبي كلها عند سيدي حبيبي ومحبوبي، فما زال سيدا، ألا يا رسول الله جاء مستجيركم من النار في قيد الذنوب مقيدا. هذا الكلام فيه استغاثة لغير الله، بغير الله سبحانه وتعالى، استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، ودعاء لغير الله جل وعلا. فما حكم دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله في كتاب الله تبارك وتعالى؟ قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد في هذه الآية جاءت نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني أفادت عموم الآحاد دون الله تبارك وتعالى.
فلا يجوز بنص هذه الآية من القرآن الكريم أن نستغيث أو ندعو أحدا ولو كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأعظم البشر. ولا يجوز بنص هذه الآية أن نستغيث بالملائكة، لا بجبريل ولا ميكائيل ولا غيرهما من الملائكة. ولا يجوز أن نستغيث بالصحابة، لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم. وكذا لا يجوز أن نستغيث أو ندعو أحدا من الصالحين أو الطالحين أو الإنس أو الجن، لأن الله عز وجل قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول الرب جل وعلا أيضا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فدعاء غير الله عز وجل شرك بالله، والمشرك الذي يقع في الشرك خالد مخلد في نار جهنم، لأن الله جل وعلا يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا ذنب أعظم من الشرك بالله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وليس هذا هو الشرك حسب في هذا الكتاب، لأنه جاء أيضا في الصفحة 273: يا بني المصطفى إليكم. استمع إلى هذا الكلام، هل يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أم هل هو يناقض صريح الكتاب ويناقض خلاصة دعوة جميع الأنبياء والرسل؟ لأن جميع الرسل عليهم السلام جاءوا بإفراد الله بالعبادة، فقال الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يقول في صلاة قضاء الحوائج وهم يقرؤونها عنده، قال: يا بني المصطفى إليكم في الملمات يفزع المكروب، يا بني المصطفى لديكم أمل في نفوسنا مطلوب، أنتم الغياث إذا ما أوبقت ذا الذنوب منا الذنوب، أنتم الغياث إذا ما حان حين لنا وأن مغيب قد خلقتم من طينة وخلقنا نحن منها لكن بنا تتريب، إن أجسامكم لنا لناشئة الطين الذي شق منه منا القلوب. وهذا والله كفر، لأنه أولا يحتوي على الاستغاثة بغير الله عز وجل ودعاء غيره، والله عز وجل وصف كل من دعا غيره أو استغاث بغيره بأنه كافر من الكافرين. أين هذا؟ في القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر. لاحظ كيف سمى الله تبارك وتعالى من دعا غيره أو أحدا معه بأن الله عز وجل وصفه بأنه قد اتخذ إلها آخر معه. هذا أولا. ومن يدعو مع الله إلها آخر، لكنه إله بالباطل لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فوصفه الله عز وجل بأنه كافر من الكافرين متى ما استغاث بغير الله عز وجل أو دعا أحدا مع الله تبارك وتعالى. ثم الذي يدعو غير الله
ويستغيث بغيره من هؤلاء أو غيرهم من عباد القبور وأمثاله. هذا الذي تستغيث به لا يملك شيئا ولا يستطيع أن يجيبك أبدا، كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف، قال الله تبارك وتعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إلى أن قال الله جل وعلا بعدها بآية: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. عباد أمثالكم، هم عباد إذا ليسوا بآلهة، هم عباد إذا ليسوا بأرباب مع الله سبحانه وتعالى. قال: عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إلى غيرها من الآيات الكثيرة أيضا من الإشراك والكفر بالله عز وجل في هذا الكتاب الذي يدين به الإسماعيلية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وإياهم وجميع المسلمين إلى سواء السبيل، إنه جواد كريم. في الصفحة 675 يقول في السطر الأخير: وإن رمتك الليالي البهم بالنوب فاهتف بأحمد خير العجم والعرب. هكذا مكتوب: فاهتف بأحمد خير العجم والعرب، وبالوصي علي كاشف الكرب، فكم حزين يبيت الليل في تعب. قال: إذا حصلت لك ملمات ومصائب وبلايا فاهتف بأحمد خير العجم والعرب، ثم تثني بالوصي وهو علي، قال: كاشف الكرب. والذي يكشف الكرب ويكشف السوء هو الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ما كانت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نفوسنا عالية، وهي أعلى مكانة لمخلوق من المخلوقات، وأن ما كانت علي ابن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام عالية، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، ثم ذكر باقي العشرة المبشرين بالجنة. ولكن لكل ما كانته، فلا نجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مرتبة الإله، ولا نجعل عليا في مرتبة رسول الله أو في مرتبة الإله. هذا باطل وهذا ظلم، هذا ظلم. وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه أن الذي يكشف السوء والكرب هو الله، لا أحد معه ولا شريك له سبحانه وبحمده. وأيضا من الشركيات في هذا الكتاب ما جاء في الصفحة 371، قال في صلاة قضاء الحوائج في ضمن هذه الصلاة، قال: ثم يقول يا محمدا ثلاثا، وذكر كلاما إلى أن قال: وإني أتوسل بك إلى عاشر العقول، وبك وبه إلى جميع العقول الإبداعية، وبك وبهم إلى من جلت قدرته، إلى أن قال: ثم يقول يا محمدا 300 مرة، ثم يسجد ويقول، وذكر كلاما إلى قوله ويقول: يا علياه 3، ويقرأ: اللهم إني أستخيرك، إلى آخر ما قال أو كما قال. أيضا
هذه استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى، لأنه يقول ثم يقول يا محمدا ويقول يا عليا ثلاث مرات وكذا عدد من المرات. ومر معنا أن الاستغاثة والدعاء لا يكونان إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء عبادة والاستغاثة عبادة، فمن صرف أي عبادة من العبادات لغير الله جل وعلا فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وما يضر هؤلاء إذا عبدوا الله وحده، وإذا صرفوا العبادات كلها لله سبحانه وتعالى، ما يضرهم؟ أنا أتساءل وأسألهم، ما يضرهم إذا عبدوا الله الذي خلقهم؟ لأن الله ما خلقنا وخلقهم وخلق جميع المخلوقات إلا الإنس والجن إلا لعبادتي وحده، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسل الرسل جميعا إلا لهذا الأمر عبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وغير الله عز وجل لا يستجيب ولا ينفعك ولا يضرك. اقرأ معي سورة الأعراف، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف بمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الله تعالى في سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لنفسي هذا رسول الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهلا آمنا به ووحدنا الله سبحانه وتعالى واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأباطيل العجيبة والعظيمة والكبيرة جدا في هذا الكتاب ما جاء في الصفحة 39 في ذكر صلاة الجمعة، قال ولا جمعة إلا مع إمام عدل تقي، ولا جمعة، وهذا هو الكلام بنصه وحرفه من الكتاب، وهذا هو الكتاب، ولا جمعة إلا مع إمام عدل تقي. ولذلك هم الآن الإسماعيلية لا يصلون الجمعة، لماذا؟ قالوا لغياب هذا الإمام العدل التقي. والله سبحانه وتعالى قد أنزل في شأن الجمعة سورة كاملة يقرأها الصغير قبل الكبير ويعرفها جميع المسلمين، ومن أنكرها أو كلمة واحدة منها أو أنكر حرفا واحدا منها كفر بالله. فكيف لا يصلي هؤلاء الجمعة ويضعون هذه الشروط التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بأصحابه، فلما توفي أقامها أبو بكر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، ثم خلفه عمر عليها، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا تتابع الصحابة والتابعون وتابعو التابعين إلى يومنا هذا في كل زمان ومكان، إلا عند هؤلاء لا يصلونها لأنهم وضعوا لها شروطا ما جاءت لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تناقضا واختلافا كثيرا. فلما كان كلامهم هذا من عند غير الله وجدنا فيه التناقض العجيب، وهو
أنهم لا يصلون الجمعة قالوا لغياب الإمام العدل التقي، ولكنهم في نفس الوقت وفي هذا الكتاب نفسه يعطون زكاة أموالهم لهذا الإمام كما جاء بالصفحة 390 من هذا الكتاب. قال في ذكر الزكاة: والإمام ومن أقامه الإمام يلي قبض الصدقات والزكاة، ولا يجب دفع ذلك إلى غيره. والآن واقعهم العملي المشاهد أنهم يعطون زكواتهم لشيوخهم وأئمتهم لإمامهم، يعطونه الزكاة. إذن لماذا يقيم الإمام الزكاة ويترك إقامة الصلاة وهي الجمعة؟ ألأنها مال؟ ألأنها مال؟ فيترك الركن الثاني من الإسلام الصلاة، وهي صلاة الجمعة هنا، وهي من جملة الصلوات الواجبة، وهي من جملة الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة، صلاة الجمعة. فكيف يتركون شيئا واجبا من الركن الثاني ويأخذون بالركن الثالث لأنه مال؟ هذا تناقض، وهو تحقيق لقول الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن هذا الكتاب وضعوه من أذهانه، ليس من كتاب الله، لا علاقة له بالقرآن، حتى لو جاءت فيه بعض الآيات فإنهم يفسرونها من بنات أفكارهم، لا يفسرونها على تفسير الذين أمر الله بالأخذ بتفسيرهم وفتواهم في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، وهم المؤمنون حقا الصحابة الذين قال الله جل وعلا فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أيضا من الأباطيل في هذا الكتاب التي يجب وجوبا على كل واحد من هؤلاء الإسماعيلية أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا المذهب ومن هذا الكتاب ومن جميع العقائد الباطلة التي تخالف كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، من تلك العقائد أنهم يجعلون عليا وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يجعلونه كاشف للنوائب ومظهر للعجائب ومبدع للغرائب كما جاء في الصفحة 193 السطر الأخير والذي قبله. قال علي بن أبي طالب: مظهر العجائب ومبدع الغرائب وكاشف النوائب. وهذا غلو وشرك. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لنا أن نغلو فيه، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، كما رواه السيوطي في الجامع الصغير. وقال الله عز وجل في القرآن: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالغلو في الدين والغلو في الصالحين والغلو في النبيين والملائكة هو الذي أوقع الشرك وأوقع عباد غير الله في عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا في هذا الكتاب أمر عجاب في الصفحة 230، عفوا الصفحة 231 232، فيها أن الله سبحانه وتعالى
يكتب الشعر كما قال: يا ذا المعالي عليك معتمدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه، طوبى لمن كان خائفا وجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه. لو هبت الريح من جوانبه خر صريعا لما تغشاه أو تغشاه، وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه. إذا خلا في الظلام مبتهلا أكرمه الله ثم أدناه، إذا شكى بثه وحاجته أجابه الله ثم لباه. ثم يسجد ويقول، واستمع الآن إلى زعمهم، وهذا كلام عظيم في حق الله سبحانه وتعالى، إلى باطلهم وكذبهم أن الله سبحانه وتعالى يقول الشعر وكتب شعرا. قال: ثم يسجد ويقول: لبيك عبدي وأنت في كنفي، وكلما قلت قد علمناه. يعني هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى، هذا الشعر: صوتك تشتاقه ملائكتي، فحسبك الصوت قد سمعناه. دعاك عبدي يجول في حجبي، وذنبك اليوم قد غفرناه. سلني بلا خشية ولا رهب، ولا تخف إنني أنا الله. هل الله سبحانه وتعالى قال هذا الشعر؟ وكيف علم هؤلاء أن الله قال هذا؟ كيف علم هؤلاء؟ ومن أين أتوا بهذا الكلام؟ والله تبارك وتعالى يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. من أتى لهم بهذا الكلام وبهذا الشعر ثم نسبوه لله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن هذا الكلام لا يقبله عاقل ولو كان طفلا صغيرا. فهلا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى ورجعوا؟ والله تبارك وتعالى ينادي عباده جميعا بالتوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، وغيرها من الآيات في التوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته بأرض فلات وعليها طعام وشراب، فأيس منها وأيس من الحياة، فاضطجع تحت ظل شجرة فاستيقظ وهي عند رأسه وعليها الطعام والشراب، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل أفرح بتوبة عبده من هذا العبد بلقي راحلته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمية إلى آخر الآيات. فتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى واستغفروا الله عز وجل، واكفروا بهذه العقائد التي ما أنزل الله بها من سلطان، ثم عودوا إلى دين ربكم وإلى كتاب ربكم وإلى سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من المصطلحات الغريبة العجيبة في هذا الكتاب الذي هو موجود تقريبا في منازلهم وفي أماكنهم، ويقرؤونه ويتلونه ويعملون بما فيه من أحكام باطلة، ما جاء في الصفحة 505، قال تحت عنوان: عودة يوم الاثنين لسيدنا المؤيد قدس الله روحه. قال: أعيد نفسي وديني وأهلي ووالدي وولدي بالله الأكبر. هذا يشعر أن عندهم الله، عندهم هم الأكبر والله غير الأكبر.
وهذه الصفة الله الأكبر والله الأصغر والله المتوسط هذا إلحاد أولا في أسماء الله عز وجل وصفاته. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وغيرها من الآيات. فالإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى كفر بالله جل وعلا. وعندهم أشياء أعجب من هذا سنطالعها إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والله تعالى أعلم وأحكم، وجزاكم الله خيرا وبارك.